نروح بقى لمنى زكي وتحت الوصايه. امبارح كنا بنتكلم مع شاكر خضير المخرج، ودلوقتي معانا النجم دياب. ودياب الصوت الرائع، هو مسلسل، هو ممثل متمكن ايضا جدا في كل دور بيعمله. يا دياب مساء الخير. مساء الفل عليك، وكل سنه وانت طيبه، ومتشكر على الكلام الحلو يا ده، سلام. كتر انت عارف انت حبيبي من زمان، من ايام الجيزه. تسلم قلبك يا ست الكل، ما تحرمش كلمني مني. عن دورك، انا شايفه ملامح عظيمه. اولا ده مسلسل متعب جدا، 15 جدا. حلقه صحيح، بس شكله مهلك. بس علقه يعني 15 علقه حلقه، علقه بمقام 150 بصراحه، والله مش ببالغ. كلمني بقى يعني على الشغل مع منى زكي والمسلسل ده اخباره ايه؟ بصي، انا يعني انا مبدئيا طبعا اول مره اشتغل مع منى زكي، انا عايز اقول لك يعني اصدق ممثله شفتها في حياتي، ومكسب بالنسبه لي على المستوى الانساني كمان، شخصيه رائعه وحاجه يعني عظيمه بشكل الواحد يبقى فخور ان بيشتغل في شغلانه فيها بني ادمه زي منى زكي بجد. كم لوكيشن بقى، كم لوكيشن يا دياب وكده؟ لا احنا محتاجين عداد بالكهرباء ايوه. عشان نعدوا اللوكيشنات بصراحه يعني. وطلعتوا البحر ورحتوا دمياط وعملتوا ايه؟ قصه شاكر كان احنا بيحكي لنا لفينا امبارح. كتير، لفينا يعني كعب داير زي ما بيقولوا، بس يا رب يا رب يا رب يعني تعبنا ده يوصل للناس يا رب. احنا كده كده انا دايما عندي يعني دايما بقول احنا شغالين عند الناس، يا رب شغلنا يعجبهم يا رب باذن الله يعني. وكمان الشغل مع شاكر خضير مميز جدا الحقيقه. طبعا 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 طبعا، مخرج يعني موهبه جباره، وانسان عظيم على المستوى الانساني، ومش انا اللي هقيم يعني، استاذ محمد شاكر خضير مخرج عظيم، مخرج عظيم طبعا ده حقيقي. يلا مستنيينك يا دياب، وان شاء الله اشوفك كمان في العيد ونعيد سوا ونعمل حلقه ان عن شاء الله. المسلسل باذن الله. يلا بينا، ويلا يلا بينا نتشرف. جود لك، وان شاء الله. انا عارفه ان منى وشاكر خضير ودياب كل دول ما بيعملوش حاجه نص نص، لازم الشغل يبقى تمام. وهو ده يا رب انا شايفه ان ده المسلسلات اللي انا شخصيا براهن عليها. يا رب يا رب. فتحت الوصايه، شكرا يا دياب، وكل سنه وانت طيب.